السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 6 من درس الترتيب في المجموعة R. نص التمرين: بالاستعانة بالمستقيم المدرج حدد تقاطع واتحاد المجالين E و G في كل حالة من الحالات التالية. أولا، قبل الشروع في الإجابة سنذكر: تقاطع مجالين E و G هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى المجال E وفي نفس الوقت تنتمي إلى المجال G، واتحاد المجالين E و G هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى المجال E أو إلى المجال G. الحالة الأولى: المجال E هو المجال المفتوح 3 زائد ما لا نهاية باللون البنفسجي، مفتوح من جهة 3. ثم المجال G هو المجال ناقص ما لا نهاية 2 باللون الأخضر. من خلال التمثيل المبياني نلاحظ أنه لا وجود لعناصر مشتركة بين المجالين E و G، وهذا يعني بأن تقاطع المجالين E و G هو المجموعة الفارغة. ثم اتحاد المجالين E و G هو اتحاد المجالين 3 زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية 2 على هذا الشكل. الحالة الثانية: المجال 2 4 باللون الأخضر، ثم المجال ناقص 1 1 نصف مفتوح من اليسار باللون البنفسجي. كذلك من خلال التمثيل المبياني نلاحظ عدم تواجد أي عنصر مشترك بين المجالين، وهذا يعني بأن تقاطع المجالين E و G هو المجموعة الفارغة، واتحاد المجالين E و G هو المجال المغلق 2 زائد ما لا نهاية اتحاد المجال المجال المغلق 2 4 اتحاد المجال ناقص 1 1 نصف مفتوح على اليسار. الحالة الموالية: المجال E هو المجال 3 زائد ما لا نهاية باللون البنفسجي، ثم المجال G هو المجال ناقص ما لا نهاية 3 باللون الأخضر. من خلال هذا التمثيل نلاحظ بأن العدد 3 ينتمي إلى المجال الأول والمجال الثاني، وبالتالي تقاطع المجالين E و G هو المجموعة التي تحتوي على العدد 3، واتحاد المجالين E و G نلاحظ بأنه جميع الأعداد الحقيقية إما تنتمي إلى المجال الأول أو تنتمي إلى المجال الثاني، وهذا يعني بأن اتحاد المجالين E و G هو المجموعة R. الحالة الموالية: المجال 0 زائد ما لا نهاية باللون البنفسجي، 0 ينتمي إلى هذه المجموعة، هنا مغلق من جهة هنا مغلق من جهة الصفر. ثم المجال G هو المجال باللون الأخضر الممثل باللون أخضر ناقص ما لا نهاية 0، 0 لا ينتمي إلى المجال G، وهذا يعني بأنه لا وجود لعناصر مشتركة بين المجالين E و G، إذن تقاطع E و G هو المجموعة الفارغة. ثم اتحاد المجالين E و G هو اتحاد المجالين 0 زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية 0، أي R، لأن جميع العناصر إما تنتمي إلى المجال الأول أو تنتمي إلى المجال الثاني، جميع عناصر R من طبيعة الحال. الحالة الموالية: المجال E هو المجال ناقص 4 ناقص 1 دائما باللون البنفسجي، والمجال G هو المجال ناقص 7 زائد ما لا نهاية باللون الأخضر. نلاحظ أن عناصر المجال E تنتمي كذلك إلى المجال G، وهذا يعني بأن تقاطع المجالين E و G هو المجال ناقص 4 ناقص 1 المجال المغلق، واتحاد المجالين E و G هو اتحاد المجالين ناقص 4 ناقص 1 وناقص 7 زائد ما لا نهاية، أي المجال ناقص 7 زائد ما لا نهاية، لأن جميع عناصر هذا المجال تنتمي إلى المجال الأول، وهناك بعض العناصر تنتمي إلى المجال الثاني. بصفة عامة، إذا كان E ضمن G،
كالحالة السابقة. إذا كان إي ضمن الجي فإن تقاطع إي والجي هو المجال إي، واتحاد إي والجي هو المجال جي. اتحاد هو المجال جي والتقاطع هو المجال إي. الحالة الموالية: المجال ناقص 8 ناقص 2 باللون البنفسجي ناقص 8 إلى ناقص 2، والمجال جي هو ناقص 3 زائد ما لا نهاية باللون الأخضر ناقص 3 إلى زائد ما لا نهاية. من خلال هذا التمثيل نلاحظ بأن العناصر المشتركة بين المجالين تنتمي إلى المجال ناقص 3 ناقص 2، وهذا يعني بأن تقاطع المجالين إي والجي هو المجال المغلق ناقص 3 ناقص 2. ثم اتحاد هذين المجالين هو المجال ناقص 8 زائد ما لا نهاية، من ناقص 8 نحو زائد ما لا نهاية. الحالة الموالية: المجال إي ناقص ما لا نهاية 1 باللون البنفسجي، والمجال جي ناقص ما لا نهاية 2 باللون الأخضر. إذن من خلال هذا التمثيل نلاحظ أن العناصر المشتركة بين المجالين هي العناصر التي تنتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 1، وهذا هو تقاطع هذين المجالين. ثم اتحاد هذين المجالين هو المجال ناقص ما لا نهاية 2، ناقص ما لا نهاية إلى 2. الحالة الأخيرة: المجال إي هو المجال 24 مفتوح من جهة 4، لاحظوا هنا بأن مفتوح من جهة 4 إلى 20 لون البنفسجي، والمجال جي هو المجال 15 18 مفتوح من جهة 15 مغلق من جهة 18. من خلال هذا التمثيل المبياني نلاحظ أن العناصر المشتركة بين المجالين هي العناصر التي تنتمي إلى المجال جي، وبالتالي إي تقاطع جي هو المجال جي أي المجال 15 18، واتحاد المجالين إي والجي هو المجال إي هو المجال 24. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بإذن الله.